السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن حال. معانا النهاردة مع فيديو جديد وغرزة جديدة، نوع من غرز الاجور، بس غرزة بشكل جديد دبل فيس، هنقدر نستخدمها على اي وجه، تنفع صيف وتنفع شتاء. تابعوني بس لنهاية الفيديو، ان شاء الله هتتبسطوا من الغرزة، وياريت لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك، واللي لسه ما اشتركش يشترك ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. بالنسبة للغرزة هنبدأها على مضاعفات العدد 3، بضاعف العدد 3 زي ما انا عايزة، وفي الاخر بزود غرزة واحدة بس. طيب في ايه تاني كمان معايا؟ في عندي غرزة في الاول وفي الاخر، دول غرز الحافة، وبأي طريقة تشتغلوهم بس لازم نعملهم. عدد السطور في العينة الاولى 9 سطور، لكن لما باجي اكرر العينة بكررها من السطر الثاني للسطر التاسع. هنبدأ وهنقول بسم الله، وهنبدأ في السطر الاول ونشوف طريقة شغله. الغرزة الاولى خارجة عن نموذج العينة، دي غرزة حافة بتشتغلوها بأي طريقة، لكن غرز العينة في السطر الأول هنشتغل كل الغرز بالغرزة المقلوب، وهنختم السطر بغرزة حافة. هنبدأ دلوقتي في السطر الثاني، هو سطر أمامي، وهنكرر 3 غرز. هنشوف طريقة 3 غرز ونركز كويس قوي في الطريقة. هنبدأ بغرزة حافة، دي خارجة عن نموذج العينة. من أول هنا هيكون غرز العينة، وهشتغل غرزة واحدة بس عدل، ودي مش هكررها تاني، دي مش داخلة معايا في التكرار، يبقى الغرزة دي بنشتغلها مرة واحدة. التكرار بيجي من بعديها، ومن أول هنا بكرر في 3 غرز. نركز بقى كويس قوي ونشوف. اول حاجة هنعمل لفة، بعد كده هاجي الغرزة الاولى والتانية اشتغل SSK، يعني هننقل الغرزة الاولى والتانية اكني بشتغلهم بالغرزة العادلة. بعد كده هدخل الابرة الشمال في الغرزتين، وهشتغل 2 عدل معا من اللفة الخلفية لغاية كده كويس قوي. طيب المفروض ان انا بوقع الغرزتين بعد ما بخلص؟ لا، انا هوقع غرزة واحدة بس اللي هي الغرزة الاولى، واسيب الغرزة التانية بالشكل ده. طب هعمل فيها ايه؟ هاخدها على الابرة اليمين، وبعد كده اعدلها وارجعها تاني على الابرة الشمال، يبقى زي الغرز اللي موجود على الابرة الشمال كلها. بعد كده هشتغل 2 عدل معا، ويبقى كده خلاص ال3 غرز كده خلصوا. هما دول اللي انا هكررهم لغاية ما السطر يخلص مع بعض، نتابع في التكرار كويس قوي. خلاص كده كل غرز العينة كده خلصت، كررنا مع بعض ومشيت خطوة خطوة وبالراحة عشان تفهموا الطريقة. هنيجي نختم السطر بغرزة حافة. السطر الثالث هنبدأ وهنكرر 3 غرز. طيب ازاي طريقتهم؟ هنبدأ بغرزة حافة، من اول هنا هنكرر في 3 غرز. هشتغل 2 بالغرزة المقلوب، والغرزة الثالثة هشتغلها غرزة عدل. خلاص كده ال3 غرز هم دول اللي انا بكررهم لغاية ما يتبقى عندي غرزة واحدة من غرز العينة.
خلاص كده انا قررت التلات غرز، 2 مقلوب وغرزة عدل. اتبقى عندي غرزة واحدة من غرز العينة، هشتغلها ايه؟ هشتغلها غرزة مقلوب، وهنختم السطر بغرزة حافة، يبقى كده السطر التالت خلص. هشتغل دلوقتي السطر الرابع، وهنبدأ الغرز العينة بغرزة واحدة ومش هكررها. الأول نشتغل غرزة الحافة من أول هنا غرز العينة، وهشتغل غرزة واحدة ومش هكررها، هشتغلها غرزة عدل، يبقى الغرزة دي بنبدأ بيها السطر وما بتبقاش داخلة معايا في التكرار. من أول هنا أنا بكرر ثلاث غرز، بكرر ثلاث غرز لغاية الآخر. هشتغل غرزة مقلوب وبعد كده 2 عدل. ثلاث غرز دول انا بشتغلهم لغاية ما اختم السطر بغرزة حافة. السطر الخامس شغله زي شغل السطر التالت، هنبدأ بغرزة حافة من أول هنا، هنبدأ وهنكرر في ثلاث غرز، هيبقى 2 بالغرزة المقلوب، والغرزة التالتة هشتغلها غرزة عدل. يبقى الثلاث غرز دول أنا بكررهم لغاية ما يتبقى عندي غرزة واحدة بس. خلاص كده احنا خلصنا تكرار الغرز، اتبقى عندي غرزة واحدة هشتغلها غرزة مقلوب، وهنختم السطر بغرزة حافة. وصلنا للسطر السادس وسطر امامي، هنبدأ بغرزة حافة، وبعديها هنبدأ في تقسيمة الثلاث غرز اللي هيتكرروا. اول حاجة هنعمل رمز SSK، يعني هسلت او هنقل غرزة وهنقل التانية والغرزتين، هدخل ابرة الشمال فيهم، وبعد كده اشتغلهم 2 عدل مع من اللفة الخلفية، بس هوقع بعد كده غرزة واحدة، اما التانية هنقلها على الابرة اليمين وارجع وديها تاني على الابرة الشمال، واشتغل 2 عدل معا من اللفة الامامية. فاضل عندي اللفة عشان اعوض الغرزة، يبقى كده خلاص التلات غرز كده خلصوا، هم دول اللي انا هكررهم لغاية ما يتبقى غرزة واحدة بس. مع بعض نتابع في التكرار. خلاص كده التلات غرز كده خلصوا، يبقى احنا بنكرر تلات غرز في السطر السادس لغاية ما يتبقى عندي غرزة واحدة، وهشتغلها غرزة عدل، وهنختم السطر بغرزة حافة. هنشتغل دلوقتي السطر السابع، وهنبدأ ونشوف تقسيمة السطر. هنبدأ بغرزة حافة. طيب احنا هنبدأ السطر بغرزة واحدة، هنشتغلها مقلوب، ودي مش هكررها تاني، دي مش داخلة معايا في التكرار، يبقى الغرزة دي مش داخلة معايا في التكرار. من بعديها انا بكرر في ثلاث غرز، هيكون ازاي؟ الغرزة الاولى هشتغلها غرزة عدل، وبعد كده هشتغل 2 بالغرزة المقلوب. خلاص كده هما دول التلات غرز اللي انا بكررهم، بنكررهم لغاية ما السطر كله يخلص.
وصلت معاك للسطر الثامن، وهنبدأ مع بعض ونشوف طريقة شغله. هنبدأ بغرزة حافة، ومن أول هنا هنبدأ نكرر في 3 غرز. هيكون عندي 2 في الغرزة العدل، الغرزة الثالثة هشتغلها غرزة مقلوب، ويبقى كده خلاص ال3 غرز اللي أنا هكررهم هم دول بس، بنكررهم لغاية ما يتبقى عندي غرزة واحدة بس. خلاص كده انا خلصت تكرار ال3 غرز، اشتغلناهم مع بعض. بنوصل لاخر غرزة من غرز العينة، وبنشتغلها غرزة عدل، وبنختم السطر بغرزة حافة. وصلنا لاخر سطر، هو السطر التاسع، وشغله زي شغل السطر السابع. هنبدأ بغرزة حافة، ومن اول هنا هنشتغل في غرزة واحدة، هشتغلها غرزة مقلوب. الغرزة دي مش داخلة معايا في التكرار، من اول هنا هنكرر 3 غرز، غرزة واحدة بالغرزة العدل و2 بالغرزة المقلوب. ال3 غرز دولم هما دولم اللي انا بشتغلهم لغاية ما نخلص السطر ونختم بغرزة حافة. وكده اكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو. ده شكل العينة اللي انا اشتغلتها معاكم. اشتغلنا كام سطر؟ 9 سطور. ناخد بالنا التكرار يبدأ من السطر الثاني للسطر التاسع. ده الوجه الاول للغرزة. خلينا نشوف كمان الوجه الثاني. شايفين قد ايه الروعة والجمال؟ بجد بجد الغرزة تحفة. نفذوها ان شاء الله هتتبسطوا منها جدا، وهتنفع معاكم لأي عمل. خلينا نشوف الجمال كله بقى بلون تاني، وكررنا العينة اكتر من مرة، الشكل عامل ازاي؟ بجد بجد انا مش قادرة اقول لكم قد ايه انا مبسوطة من الغرزة دي. الغرزة دي زي ما قلت لكم دبل فيس، هقدر استخدمها للوجه الاول او للتاني، والاتنين اجمل من بعض. شايفين الجمال؟ شايفين بجد بجد روعة، الغرزة تحفة. خطواتها كمان سهلة. ده على فكرة يا جماعة ده خيط قطن، يعني الغرزة شايفين هتطلع معاكم جميلة جدا في الصيف او في الشتاء، هتقدروا تنفذوا اي مشروع. خلينا كمان نشوف الوجه التاني للغرزة، لاني قلتلكوا الغرزة هتنفع معاكم لاي وجه. شايفين الجمال؟ بجد بجد حلوة قوي قوي قوي. نفذوها وان شاء الله تتبسطوا منها، واكتبولي رأيكم في التعليقات. انا بتبسط جدا من تعليقاتكم الجميلة. اتمنى ان الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لايك وتدعموا القناة، واللي لسه ما اشتركش يشترك ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. انا بشكر كل من شاهد الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.